احنا كان نبنا وابو اشرف الدور اللي فات اتكلموا على ترانزستورز في دي سي بايس. احنا قلنا اساسا ليه بعمل دي سي بايس للترانزستور؟ عشان حاجتين، عشان احدد نوع الامبليفاير ار بلس ايه. بلس يكون ايه؟ بيكون كيو، بيكون في نص كله بلاند. ايه اللي بيحدد الكيو؟ هو ايه؟ هو الدي سي بايس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هعمل طبعا لو انا عندي امبليفاير، خليك معايا، لو عندي امبليفاير لو جه مثلا مين؟ لو داخل واحد وات ياخد كام؟ هو دي ياخد 100 وات. طب الفرق جه منين؟ خلاص معايا، خلاص خليك معايا. يبقى تاني لو انا عندي امبليفاير لو جين، طب جين بيساوي بي اوت على بي ام اوت باور. لو جين بتاعه 100 ودخل لي واحد وات او بكام؟ هيتخد كام؟ 100 وات. طب الفرق دي منين؟ ان الباور تحاول ايه؟ الرديس تحاول ايه؟ تحاول الاي سي باور. ماشي؟ عشان كده ده ايه؟ زاد النسبه. النهارده كان ان شاء الله لو انا عندي ترانزستور عايز اعمل ادخل انبوت اي سي سيجنال واحسب الجين واحسب انبوت امبيدنس اوت امبيدنس والكارنت ايه وبتدي. هنتكلم على البي دي تي موديلنج اند سمول سيجنال اناليسيس. هنتكلم ان شاء الله معاكم على الاوبجكتيف، هنتكلم على ديسكاس دي امبليفيكيشن ان اي دي سي هاو تو امبليفاي سيجنال، هنتكلم على الترانزستور موديلنج، هنتكلم على الميموري ار اي موديل، وهنتكلم على الهايبريد موديل، هنتكلم على الامبورتر بارامتر ازاي نحسب الانبوت امبيدنس زي الاي الاوتبوت امبيدنس الفولتج جين والكارنت جين لاي ديفايس في بي جي تي سواء كان امبليفاير او فلترز. هنتكلم بعد كده على الديسكاس، هنتكلم على الار اي. طب هناخد بس عليه الار اي بشكل الهارجر عشان هنبدا. هنتكلم برضه على البارت دي، هنتكلم على لو انا مدخل اي سي سيجنال يتعامل مع زد اي وزد اوتبوت والاي اي والاي. عندنا أربعة configuration. عندنا طبعاً الكلام ده بيتقال فين؟ في الدي سي. اللي هو مثلا الرشا وين؟ ده في الدي سي. نفس الكلام نفس الكلام كنا بنقول ايه؟ نرفع الدي سي بقى. يعني نفس دول الشريف أشرف ومهند قالوها هنتكلم عنها ايه؟ في الاي سي وليس ايه؟ وليس الدي سي كمان. عندنا الأوت لاينز، هنتكلم على انتروداكشن، هنتكلم على امبليفيكيشن ان ذا اي سي دومين، هنتكلم على البايبولر جانكشن ترانزستور موديلنج، هنتكلم على الامبورتر بارامتر اللي هو زد اي وزد اوت والاي بي والاي اي اللي هو الكرنت جين والفولتج جين، هنتكلم على الترانزستور موديل. عندنا فيه النهارده اربعه، عندي كومن بيس كومن ميثود ريكورد، هنلاقي ده فين؟ هنلاقي بس الكومن ميثودز، هنلغي وده وده. بعد دي هنتكلم على البرنسبل اوف دي سي اند اي سي اناليسيس، الفرق بين الدي سي والاي سي اناليسيس، هنتكلم على ديسكاس ذا اي سي اناليسيس اوف بي جي تي فور ديفرنت كونفيجريشنز، هنتكلم على الكومن اميتر في حاله الفيكس بايس، كومن اميتر في حاله الفولتج ديفايدر، كومن اميتر في حاله الكومن اميتر ديجيت انا كنت بس انا خلي اي وبي بس. عندنا اول حاجه بارت ايه موديل. احنا خدنا المره اللي فاتت هيرو ذا بيزك كونستراكشن ابييرنس اند كاركترستكس اوف ترانزستور، بيكون فيها عندي دي سي بايسنج كده كويس، وعندي هنا في امبليفاير، وعندي في ساين ويف انبوت سيجنال كده كويس. يبقى عندي كام بارامتر؟ يبقى بصينا قبل كده لو خدنا المحاضرة في الشوط اللي فات هنا عندي ادي عبارة عن دايركت امبليفاير. ركز معايا لو سمحت، ركز معايا يا باشمهندس، خليك معايا. عندي هنا ادي الانبوت سيجنال اللي انا عايز اكبرها، ركز معايا، وعندي هنا الاوتبوت لود اللي اخد عنده سيجنال بعد تكبيرها على اللود. المفروض الاوتبوت باور يكون اكبر من الانبوت باور، وعندي هنا في باور سبلاي كويس، ودايما الاوتبوت بيكون ايه؟ اكبر من الانبوت. نتيجه ايه؟ ان انا بحاول ايه؟ بحاول باور جاي منين؟ من الدي سي، بحاول ايه؟ بحاول الاي سي باور.
مش كده؟ اذا معنى كده يبقى عندي ادي انبوت سيجنال وادي عندي ترانزستور اللي عندي كده بعمل له، يبقى عامل له موديلنج ليها، يبقى ده الموديل بتاعه ازاي بعد شويه. يبقى عندي الترانزستور الموديل بتاعه، وادي عندي الاوتبوت اللي هو اللود، وادي عندي الانبوت اللي هو الدي سي. يبقى عندي هنا بقول ايه؟ It is known that the transistor can be employed as a amplifier device that the output sinusoidal signal is a is greater than the input signal due to ايه؟ ان ايه؟ ان عندي هنا هبص هنا يبقى عندي واي، قلنا هنا عندي الانبوت باور بي اي او باور بي او الفيشن بتساوي كام؟ اكبر من كام؟ دي اكبر من واحد. The factor missing from the field ايه؟ زي هنا اللي هنا الدي سي تحول لايه؟ لاي سي باور. يبقى قلنا هنا حصل it is the contribution that the change of the DC power to the AC domain that permit to establish high power for the output signal. يبقى ده الباور generated by the DC source عبارة عن ال IB في البطارية DB زائد ال IA VA. يبقى عندي ده الباور generated from the DC source. وعندي الآتي، عندي الباور انبوت هنا عباره عن ايه؟ عباره عن الباور جاي منين؟ من السورس. ده ايه جاي منين؟ من الانبوت سيجنال. الباور ده هنا جزء ايه؟ وجزء ايه؟ جزء ديسيبيتد. الجين بيساوي كام؟ الجين بيساوي دي اوت على ايه؟ الكلام ده قاله مين؟ قاله اشرف المبنى المحاضره اللي فاتت. اوكي؟ هنا عندي الاتي. في المراجعة ابدا اشرح كل جهة الامتحان شابتر 4 عشان التفصيل. طب ليه بس يا حضرات؟ تاني خليك معايا، احنا دلوقتي اتكلمنا اول حاجه ايه؟ اتكلم مع الكلام دوت. نفس برضه سؤال هيبقى صح وغلط وسؤال مالتيبل تشويس نفس الكلام على 4 و5 بس. احنا اول حاجه ده خدناه قبل كده. خدنا البيزكس. حد فاكر البيزكس يا حضرات؟ عندي كام ترانزستورز؟ عندي في بي جي تي وعندي في الفيت كام نوع؟ البي جي تي كام نوع؟ ان بي ان وبي ان بي. احنا راكب ان بي ان عندي كام كونفجريشن؟ 3 ولا 4؟ 3 كومون اميتر وكومون بيس وكومون كوليكتور كده كويس. وعندي البايسنج خدنا كام نوع من البايسنج؟ خدنا اربع دوائر بايسنج، خدنا الفيكسد بايس وكومون اميتر فيكسد بايس فولتج ديفايدر، خدنا اربع دوائر ماشي كده. طيب يبقى خلصنا. انا كده هي ميرنا وشيف كلام الكلام ده مرة دلوقتي هنتكلم في هنتكلم حاليا على الاي سي اناليسيس. لو انا دخلت اي سي سيجنال كده كويس، عايز احسب الجين والافشنسي والانبوت ام بي اوت ام بي. بس انا هنتكلم فين؟ هنتكلم في الجزء الحالي ده. خلاص خلصنا اول شابتر تندو هنتكلم فيه الكلام ده. طيب قلنا الترانزستور كان ضايق، هو خارج معايا. ما معنى ضايق الاول؟ ما معنى ضايق؟ ضايق يعني ايه؟ عباره عن سيمي كوندكتور دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان تايب مع بي تايب كده كويس؟ بينهم بينهم جنب. الترانزستور عباره عن ايه؟ بي جي تي عباره عن ايه؟ يا اما ان بي ان او بي ان بي مع تو جنب. كام ليد هو؟ عباره عن ايه؟ متر وبيز وكوليكتور. وكام لاير؟ ثلاثه اللي هم ان وبي وان. كام مودرك عباره عن ايه؟ اثنين ترانزستور مع بعض ماشي؟ وقلنا معنى كده عن ترانزستور عباره عن ايه؟ ان بي ان او بي ان بي. خدنا كاركترستيك وخدنا الفانكشن وخدنا الكرنت في كل حاجه فيهم ماشي الكلام دوت؟ لو انت مش فاهمه ممكن اقعد معاك في اي يوم تاني ماشي. طيب عندي موديل نوعين، عندي يا اما بتكلم على ار اي موديل او الهايبرد موديل. اول سؤال ما معنى موديل؟ ما معنى موديل؟ في الدايت ان موديل عباره عن ايه؟ الدايت عبارة عن ايه؟ الفور عبارة عن ايه؟ الفور عبارة عن ايه؟ عبارة عن في جامو مع ايه؟ ار اف. عندي خدنا كام موديل الدايت؟ هما الثلاثة. خدنا الايديال عبارة عن ايه؟ ار اف بتساوي زيرو
فورورد وايه الارر بكام انا هناك ايه حد بس بتك الموديل في جاما وارف كام كتير كومبليت موديل وارف انا كده هنا ايه جبنا دلوقتي عايز اجيب اعمل موديل ايه للترانزستور قول هنا مش معايا وات از ذا موديل بقول الموديل از ان ايكويفالنت سيركت ذات بيست approximate the actual behavior of a semi log body. لما كده عايز ده تحط مكانه ايه موديل عباره عن ايه مجموعه منين مجموعه من الكارنت سورسز ومجموعه من بوت سورس مجموعه من ريزيستنس. عندي نوعين من الموديل, عندي فيه ار اي موديل وعندي فيه هايبرد موديل. لو فينك عندي اول حاجه اي دايره عندي ودايما في اي سي اناليسيس بعمل ايه بعمل دي اكتيفيشن للدي سي اخليه ايه اخليه بزيرو. دي اول حاجه. والمكثفات بخليها شورت. خدنا المكثفات في الدي سي وفي الدي سي هتبقى ايه شورت. اذا معاك ده كده عايز اعمل معاك اي سي اعمل فيها ايه بقى هتحول ايه مرنا ده ايه ده شورت. دي اول حاجه ماشي كده. وهنا ايه هيبقى جراوند في سي دوت هتحول ايه بقى بص كده تحول ليه؟ هنا ايه؟ جراوند وده ايه؟ وده هنا عندي ده جراوند شال ايه؟ شال دي خالص هنا كويس حرارات يبقى دي شورت معايا تبقى ايه؟ هتبقى شورت ماشي كده؟ هنا شورت هنا ايه؟ شورت هو يبقى ايه؟ هيبقى جراوند ادي اول حاجه. وبعد كده ايه اللي حصل هنا؟ دي جت من ده دي كده ازاي؟ لو ده جراوند يبقى دي ايه دول ايه سيب ولا بارل ازاي يبقى عندي هنا ايه دول بارل مع بعض ماشي كده. يبقى عندي هنا ار1 ار2 بارل مع بعض وعندك هنا ايه وادي انا عندي هنا ادي الاول فين الاول ده الام ده اهو اول عايز اجيب الزد ام ده ساوي كده الحاله دي ساوي كده ام دي ساوي كده بص كده دي ايه بارم بتاع خليك معايا الاول كده. اذا معاك كده ادي الاستدامه فين حد ايه في حد الاي سي موديل. طيب بص معايا بقى وقت عايز احسب المين برام احسب زين اوت وزين انبوت والكارنت جين فولتج جين ناخدها بالترتيب خليك معايا. دلوقتي عندي الادي عندي عباره عن ادي تو باور سيستم مثلا زي ترانزستورز وادي عندي ادي السورس اللي عندي عباره عن اي سورس وعندي مقاومه للسورس وعندي ادي اللود. انا عندي اربع بارامترز عايز احسب الزد اي اللي هنا اللي هي سين في الام بتاع الفايل دوت وعندي ادي الزد اوت اللي هنا ديت هنا وعايز احسب الفولتج يبقى عندي هنا زد اي انبوت امبيدنس وعندي الزد اوت اوت امبيدنس وعندي الـ VI اللي هو الـ Input Volt على 2 Port System وعندي الـ Vout الـ Output Volt على 2 Port System وعندي الـ II هو الـ Input داخل على 2 Port والـ IOut هو الـ Output اللي داخل على الناحية الثانية على 2 Port وعندي Voltage Gain عبارة عن كام؟ Vout على الـ Input عايز أحسب أربع عايز أحسب اللي يبقى أحسب ZI ZOut والـ AV والـ AI دلوقتي بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ زد اي عايز احسب الفيدا سي ايه الناحية دي بيساوي ايه؟ بيساوي على كام؟ اي نعم؟ حضرتك الفرق بين الفيدنس والريزيستنس والرياكتنس الفرق بينهم بقى؟ مش عارف خدت كورس ايس خدت كورس ايس مش عارف الفرق بين الفيدنس والريزيستنس وي بيساوي كام يا خالد؟ اكس اكس كون ايه؟ يا اما تكون واحد على اوميجا سي لو هي مكثف او ايه؟ اوميجا ال لو هي ايه؟ لو هي ملف ماشي كده؟ طيب
اذا معنى كده هقول زد اي بتساوي كام يا حضرات؟ زد اي بتساوي كام؟ دي اي على ايه؟ طيب زد اوت بتساوي كام؟ على اي اوت. طيب عايز احسب النو لود فولتج جين، اعتبر ان عندي هنا دي بما لا نهايه هيساوي كام؟ اللود ده هنا بما لا نهايه وبنسد الجين هيساوي كام؟ بيوت على ايه؟ على الفي ام بول. ماشي كده كانت فينيش. طيب لو عايز احسب الجين ما بين في اوتبوت على الفي اس هيساوي كام؟ حاجه احسبها لي. عايز احسب الجين في اوت على الفي اس هيساوي كام؟ بص معايا هنا ال اعتبر هنا الاي بيساوي كام الاول؟ الاي بي عندي هنا الاي بيساوي في اوت على ايه؟ على في اس. احسبها ازاي؟ ازي حضرتك؟ اشرف محمد اشرف احسبها ازاي؟ الفي الاي في هيساوي كام؟ في اوت على كام؟ على في اس. اجمع يا حضرتك ماشي كده؟ خليك معايا اخليها كده اخليها في اوت على في اي في كام؟ في اي على كام؟ على في اس. فاهمين كده؟ ده يمثل ايه؟ يمثل اي في نو لود خدناه من شويه ماشي كده؟ ده بيساوي كام؟ في اي على في اس هيساوي كام؟ طبق كيرشوف وابجي لوب خالد اتفضل في اي هتساوي كام يا خالد؟ مو ده هتساوي ايه؟ بي اس على كام؟ مش اي حاجه اي حاجه هتساوي كام؟ بي اس على كام؟ بي اس على كام؟ على ار سورس زائد ايه؟ زائد ايه؟ زد ايه؟ زد اي اللي هو زد ايه؟ مقابل فين؟ اللي هنا ماشي كده؟ طيب ودي الدلتا تساوي كام؟ مضروب في كام مكان ده ومضروب في كام؟ يبقى هنا ده التيار اضربه في كام يا حضرات؟ حضرات اضرب كده في كام؟ ده يمثل ايه؟ اضربه في كام؟ زد ايه؟ زد اي ماشي كده؟ اذا معنى كده بدي هتساوي كام؟ هتساوي كام؟ يبقى عندي هنا يبقى عندي البي اي يبقى البي اي على البي اس هتساوي كام؟ هتساوي زد اي زد اي على كام؟ ار سورس زائد ايه؟ زائد زد ايه؟ اي ودي هتساوي كام؟ يبقى تساوي ايه؟ نو لود مضروب في كام؟ كام يا حضرات؟ مضروب في زد اي على كام؟ زد سورس ار سورس زائد كام؟ زد ايه؟ ار. ايوه اكبر يا حضرات. هل النو لود جين اكبر ولا الجين واللود اكبر؟ هل دي اكبر ولا دي اكبر؟ عندي وجه عامل ايه؟ في اللي هي بتساوي في اوتبوت على في اس وعندي A في نو لود بيساوي ال في اي بيساوي في اوت على ال في اي ايهم اكبر من هنا؟ هنا اكبر. بص دي هنا دي لو كم الجدار ده كم ضغط من ايه؟ اكبر من واحد ايه اكبر؟ حضرات عندي ال A في بيساوي ال A في نو لود مضروبه في زد اي على زد اي زائد ار سورس ايهم اكبر؟ اكبر حضرتك. هل الاي دي اكبر من الاي دي نو لود ولا العكس؟ هو ده اقل من واحد ده اقل من واحد حضرتك زد اي ار سورس
ثلاثة من الأكبر. الضاد ده قيمته إيه؟ أقل من واحد. يبقى أنا كده إيه؟ كده صح وكده غلط؟ ماشي كده؟ طيب. إذا معنى كده نحسب ده مع بعض. يبقى عندي إيه بي إيه؟ أقل منين؟ إيه بي نضيف. طيب. عايز أحسب الكرنت إيه؟ أحسبه إزاي؟ هيساوي كام؟ كام يا حضرات؟ هيساوي ايه؟ اي اوت على ايه؟ على اي ار. هيساوي كام يا محمد؟ محمد هيساوي ازاي؟ اي اوت بيساوي كام؟ هنا بيساوي ايه؟ الار جي داون. اي اوت بيساوي كام؟ اي اوت هيساوي ايه؟ هيساوي بيأوت على ايه؟ على ار ال. وعندك الاي ار انبوت هيساوي كام؟ بي اي على كام؟ على اي ار. يبقى هيساوي كام؟ هيساوي بيأوت على بي اي بايه؟ على ار ال. ده بيساوي كام؟ اللي هو ايه؟ اللي هو نولود اللي هو ايه؟ نولود ايه؟ جي. اذا ما اقدر احسب الاي الكلام دوت الاي هيساوي طيب هنا ما معنى ماينس؟ ما معنى ماينس؟ لو قلت لك ان عندك الاي بيساوي ماينس اي ان دي ال عكس ايه؟ عكس الدي عكس ايه؟ يبقى ايه؟ هنا ده ايه؟ ده عكس ايه؟ عكس دوت. مثال وهنحله بدرجات ماشي كده؟ هتبقى اسمها درجات. نبدا مين اللي شال معانا؟ درجات الحضرات. هنا مديك دايره مديك تو بورت عن ثلاث مسائل تو بورت مديك البي اي 1.2 ملي فولت ومديك الزد سورس الزد للسورس 1 كيلو البي اي ب 2 البي اس 2 ملي فولت. عايز احسب الزد اي واحسب الزد اوتبوت واحسب الكرنت جين واحسب فولتج جين سواء نو لود او لود. مين اشتغل؟ مين حضراتي؟ اي ده اللي عندي هنا ماشي كده؟ طيب ده هيساوي كام الاول؟ ده هيساوي كام؟ زد اي هيساوي كام يا حضراتي؟ عايز احسب البي اي الاول وزد اي تو زد عندي الزد اي بتساوي كام؟ الاي اي بتساوي كام الاول خالص؟ الطير هنا يساوي كام؟ الجهد ده 2 ملي فولت جاي من السورس البي انبوت 1.2 ملي فولت اقدر احسب الاي اي هيساوي كام؟ فاهم يا حضرتك؟ كيف ايه اللي هنا 1.2 جهد اللي هنا 2 ملي فولت يبقى يساوي كام؟ يبقى البي اي ماينس بي اس على كام؟ على الار سورس ماشي كده؟ ادي ايه؟ ادي الاي اي الاول خالص ايوه هنا بكام 0.8. طب عايز احسب زد اي هيساوي كام بقى؟ زد اي هيساوي كام؟ دي على ار هيساوي كام؟ جبت الاي وجبت ايه وعندك بيجيب ايه بقى ايه؟ دي على كام؟ على اي. في مشكله حضرات؟ طيب مثال تاني دوت بص كده هنا مديك في اوتبوت 680 ملي فولت كده كويس؟ دايره اهي مديك الفي اوتبوت البي اوت 680 فولت ومديك الار سور ديت 2 كيلو على حسب البي اوت اقدر احسب زد اوت بتساوي كام؟ عايز احسب الاي اوت بتساوي كام؟ نعم نعم لا لا هيساوي كام؟ هيساوي كام؟ هيساوي الفولت الاول على ايه؟ على المحور جبت الار وبعدين هقسمها على الفولت يبقى عندي هنا على طول يبقى عندي اي بيساوي كام؟ في ماينس كام؟ اوت على كام؟ على المقاومه ديت طلع بكام؟ 10 ملي امبير يساوي كام؟
بيعود على كام؟ على الطايره مره فيها. ماشي حضرتك؟ بس ادي حد احلال واحد بخلط تاني، عكس كله مع بعض. الاحتلال دي ماشي حضرتك؟ احلال ازاي؟ عايز احسب البي اي والاي اي والزد اي والجين. مين يحسب حضرتك؟ علاء خليك معايا علاء. حضرات اول حاجه هاي دي اه يحسبها ازاي؟ نعم زي ما انت عايز. خليك معايا حضرات، هي مديك دايره، خليك معايا، مديك النو لود جين 320 كده كويس. دول بيساوي كام؟ بيساوي بيقوت على ايه؟ على دي انبوت. مديها لك اهو، عملت كده ريمت معايا، اجيب ايه؟ في اي. ادي اول حاجه، خد الدايره دي احسن كده، اهي الدايره دي اهي. هنا في ايه؟ زد اوت ده موجوده فين؟ موجوده هنا. وادي ايه؟ زد اي موجوده فين؟ اللي موجوده هنا. ماشي كده؟ اقدر احسب كم حضرات وبعدين اقدر احسب بقى اول حاجه احسب الفي اي يساوي كام؟ وبعدين بقى يساوي كام حضرات؟ مديني يساوي كام؟ يبقى عندي هيساوي، يبقى البي اوت البي بساوي ايه؟ هيساوي بي اوت على كام؟ عندي هنا انا مديك الاي في نو لود بيساوي كام؟ 320. خليك معايا حضرتك بعدين، ده بيساوي كام؟ بيساوي في اوت على كام؟ على الفي اي. دي انا مديها لك دي بكام؟ بكام؟ في 7.08. اقدر اجيب ديت؟ يبقى دي الفي اي يساوي كام؟ في اوت على كام؟ على الاي في نو لود. ماشي كده؟ يبقى عندي ادي اول حاجه. طيب ادي اول حاجه، عايز بعد كده احسب الاي اي هساوي كام؟ يبقى ايه؟ دي اي جبتها على ايه؟ ماينس ايه؟ 40 ملي فولت على كام؟ على المقاومه اهي، ده جبته خلاص بكام؟ 24 ملي فولت. يبقى ده على ايه؟ ماينس ايه؟ 40 ملي فولت على كام؟ على الار سورس، جبت ايه؟ اي اي. ماشي؟ يعني هنا دي عامل اي عدد يبقى هيساوي كام؟ هيساوي الجهد الاول جبته ماينس كام؟ 40 ملي فولت على كام؟ على الار سورس. طيب عايز اجيب بعد كده الاي زد اي، اجيبها ازاي؟ اجيبها ازاي؟ زد اي هيساوي كام؟ حضرات خليك معايا، عايز اجيب اي يساوي كام؟ ده ايه؟ الاي على كام؟ على على الاي اي. ماشي كده؟ يبقى عندي ايه؟ الاي اوت الاي يساوي كام؟ بي اي على اي اي. عايز اجيب الاي بعد كده الاي في. الاي في هو الايه؟ هنا عندي الجهد دوت دي اوت على البي اس، اجيبه ازاي؟ عايز اجيب الفي اوت على البي بي اس يساوي كام؟ اللي هي الطريقتين، اللي هم ايه؟ خدناها كان بيساوي كام الاول؟ اذا فاكر قلنا كان الاي في كان بيساوي كام؟ اي في نو لود في كام؟ زد اي على كام؟ زائد ايه؟ زائد زد اي اي. ماشي كده؟ دي عندك دي عندك دي عندك ايه؟ دي عندك. في طريقه احسن من كده، احسن على طول دي اوت على طول، دي بكام؟ وعلى طول اهي. ماشي؟ طيب جبنا الـ AI، هنا عايز اجيب الـ AI او اجي الـ AI الـ AI بتاولى الـ AI اول زوجة حاضر هي اول هساوي كام؟ بي اوت على دي الاول اجيبها ازاي؟ انا مديك هنا دي دوت بكام؟
بنص اوم ماشي كده هقدر اجيب الاي اوت هيساوي كام؟ في اوت على كام؟ على ايوه طيب انا بعد كده اجيب الكرنت جين اي اوت على ايه؟ وعندنا اثنين موجودين نعم الاي ايه؟ بيساوي تقول في اوت على ايه؟ اديت اوت ماشي كده اديت اوت بكام هنا؟ بنص اوم اقدر احسب الاي اي والبي اي طيب نيجي بقى كده الموديل خليك معايا عندي كام موديل عندي؟ يا اما ار اي موديل او عندي في الهاي موديل احنا جينا معاك خالص الهايبرد موديل هناخد ايه؟ هناخد ار اي بس عندي ار اي كام نوع؟ يا اما شاع على الكومن اميتر او الكومن ايه؟ او كومن بيز هناخد ايه؟ بس معاك ماشي كده احنا لحد نبص العمليه قوي معاك طيب هبص الاتي بدون اثبات خليك معايا كده لو عندي ترانزستور حط مكانه ايه؟ حط مكان الموديل دوت او الموديل داخل دور عن ايه؟ بيتا ار اي نعم الموديل لو بصينا هنا كده عندي هنا بيتا نفس الاول اسمها ايه؟ دي الاول والايه مثلا ايه؟ دي الاول ولا ايه؟ اي اي ودي اي اول كاريبا ايه؟ ايوه ايه؟ انا عندي كام كرنت؟ وعندي كام امبيدنس؟ وعندي كام جين؟ فولت جين وعندي كرنت جين. فولت جين كام نوع؟ ها؟ فولت جين كام نوع؟ نو لود جين وفولتج جين. فرق بينهم؟ نو لود جين بيساوي ايه؟ اوت على في اي. ده نو لود جين. والجين العادي هيساوي كام؟ اوت على ايه؟ على العلاقه بينهم؟ هذه. يبقى هنا بي اس بيساوي كام؟ نوجع على ايه؟ بي اي على ايه بي اس. معنى كده الترانزستور عندي الاتي الموديل بتاعه عباره عن اتي حط مكانه عباره عن في الانبوت في الانبيدنس عباره عن بيتا ار اي والاول عباره عن مقاومه قيمتها كام؟ عباره في كارنس وقيمتها ايه؟ بيتا اي بي. يبقى عندي هنا ادي الاوت امبيدنس وادي كارنت سورس وادي ريموت امبيدنس لو الار اودي بملان يبقى عندي هنا ايه؟ الدايره ديت. قلت ار لو عباره عن ايه؟ ار بتمثل ايه؟ ار بتمثل 26 ملي فولت على كام؟ دكتور ازاي؟ الار اودي اوت امبيدنس هنا ماشي كده لو من هاتي بقى ايه؟ الاي ديت طب ار اي بيساوي كام يا حضرات؟ اجيبها ازاي؟ ار اي عباره عن الامبيدنس اللي خاصه بالتناسب حتى الفورورد بايس بين البيز والاميتر ار اي 29 ملي فولت كويس على ار اي اي اجيب اي ازاي؟ اجيب اي ازاي؟ سؤال هاو تو جيت اي اي من الدي سي بايس اللي هو شغل الثنائيه في كده في الامتحان يا حضرات تيجي مساله واحده فيها حوالي 15 مطلوب دي سي مع اي سي مع بعض اجيب منين يا حضرات اجيبها ازاي ديت اجيبها ازاي اجيب ايه اجيب الاي بي الاول منين انبوت سايد وبعدين اجيب ايه الاي سي من الاول هبقى خليك معايا يا حضرات احمد حمدي احسب دي ازاي انا بقول لك هنا زد اي بي كام هنا الدايره ديت زد اي بيساوي كام الاول الدايره ديت زد اي بيساوي كام خليك معايا حضرات زد اي بيساوي كام زد اي بيساوي كام بيتا ار زد اوت بيساوي كام زد اوت كام من ما لا نهايه ماشي كده طيب عايز احسب الار اي بكام 26 على كام على كام اي اي دايره زي كده عندي الي ترانزستور عندي هنا بيتا ار اي وعندي الزد اوت ما لا نهايه الاوت تساوي كام؟ بي اوت نرجع تاني كده عندي هنا ار اي بيساوي كام؟ بيتا ايه؟ بيتا اي بي ده ايه؟ الاي اوت
ماشي كده. اي بي ادي ايه؟ ادي الاي بي. اي بي يساوي كام يا حضرات؟ هحسبه منين؟ من دي سي ماشي كده. ويحب دي سي هنا الاي او اي سي بيساوي كام؟ بيتا اي خدناها قبل كده ماشي. طيب معنى كده يبقى عندي هنا اول حاجه بي او تساوي كام؟ نيجاتيف. ليه يا حضرات؟ عشان عكس جاي. يا ماينس اي اوت بيساوي ماينس بيتا اي بي ار ال ماشي حضرات. يبقى بي او تساوي ماينس اي ار ال. اي او تساوي ماينس اي سي. اي سي بيساوي كام؟ بيتا اي بي كده. طيب بعد كده عندي برضه ال اي يساوي كام؟ بي اي يساوي كام؟ اي ار. وبعدين كام؟ اي اي يساوي كام؟ اي يساوي كام؟ بيتا كام؟ بيتا ار اي ماشي كده؟ يبقى عندي هنا ادي اي بيتا كام؟ اي بي. يبقى هنا بي اي يساوي كام؟ اي بي في كام؟ في بيتا ار اي. طيب يبقى جينا يساوي كام؟ جينا يساوي كام؟ هيساوي كام؟ بيأوت على ايه؟ على بي اي ماشي؟ نعم؟ عندي جيب يساوي كام؟ بيأوت على كام؟ على بي اي ماشي كده؟ يبقى جاوب احتياجاتي دي على هيديني كام؟ على ايه؟ على ار ال. ما معنى ان النيجاتيف هنا موجود من البي اوت دي انبوت؟ لو عندك الانبوت عامل كده ادي البي اي دي هنا البي او شغال عامل ازاي؟ يبقى كام؟ هي معنى في شيفت كام؟ 180 180 درجه. الكرنت جين اجيبه ازاي يا حضرات؟ الكرنت جين هيساوي كام؟ اي اوت على ايه؟ على اي اي. اي او بيساوي كام؟ اي سي. اي او بيساوي كام؟ اي بيرو من عارف خليهم ايه؟ اي سي بيساوي كام؟ وعن هنا الاي بيساوي عندك يبقى تديني ايه؟ بيتا ماشي كده؟ اذا معنى كده في حاله الكومون ميتر ار اي موديل يبقى الاي بيساوي كام؟ الاي بيساوي كام؟ بيتا ار اي. والاو بيساوي كام؟ ما لا نهايه ماشي كده؟ والجين هيساوي كام؟ جينا هيساوي كام؟ الفولتج جينا هيساوي كام؟ ما يقول على ايه؟ ار اي. وعندك الكارت بيساوي كام؟ بيساوي بي. طيب مثال كده هنا مديك دايره مديك 4 كومن ميتر بي جي تي مديك الاي اي 4 ملي امبير كده كويس؟ لو شفتها لك احسبها منين؟ من الدي سي بايس مديك الار اي 4 ملي امبير والبيتا بمين؟ تحسب لي زد اي وديك البي اي دي 2 ملي فولت احسب زد اي والجين وتحسب الاي اي كمان. اول حاجه عايز تحسب الار اي بكام؟ اي 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 مديها لي ادي ايه؟ ادي ادي الار اي دي اللي هيساوي كام؟ بيتا بكام؟ بيتا بار اي جبت اللي زد اي الاي بيساوي كام؟ خدناه مش بيساوي كام؟ على الار اي كام؟ ماينس الفولت. طيب الكرنت الفولتج الاول فولت هو كام؟ الاول فولت. لا هجيلك بعد شويه ماشي كده؟ هيساوي كام؟ طيب لو عايز احسب الاول فولت بيك فاليو احسبه ازاي؟ انا جبت هنا الجيم بيساوي كام؟ ده الجيم عباره عن كام؟ دي اول على ايه؟ على بي ام. البي اي كبيك فاليو ده كام؟ 2 ملي فولت. يبقى الاوت بوت بيجي بيساوي كام؟ الجين فين؟ الانبوت اهو. يبقى دي كام؟ اديني 170 ماشي كده. طيب الكلام ده هيساوي كام؟ هيساوي بيتا. في مشكله في ده يا حضرات؟ هنا في نكت بعد نخلص. نلخص الكلام دوت معايا. يبقى عندي الاي بيساوي كام؟ كسمري بيساوي كام؟
بيتا ار اي اللي الداتا اوت بتساوي كام؟ ما لا نهايه. الاوت بوت بتساوي كام؟ عندي هنا بيتا كتير جدا، بيتا كتير جدا يبقى ايه؟ عشان ايه؟ بالواحد يساوي ايه؟ هتبقى بيتا كتير منها 100. اه يعني هتبقى اوكي. اوت بتساوي كام؟ في اوت بتساوي كام يا حضرات؟ هيساوي كام في اوت؟ هيساوي ماينس اي ار ال هنا ماينس ناقصه يبقى يساوي ماينس بيتا اي بي ار ال. اي بيساوي كام؟ اي بي اي بيساوي كام؟ اي بي اي سي ايه اللي بيساوي كام؟ طيب خلاص خلصنا ايه؟ نخش على ايه؟ هدخل بقى ايه الموسيقى المعينه عندي فين؟ في الدايره. خليك معايا. لا هنخلص طبعا ايه المواد الثانيه تبدا على طول. خدنا خلاص يبقى خدنا اي سي الاسبوع اللي فات وخلصنا الموديل. خلينا نبدا نخش ايه؟ نخش على الاي سي اساسي. انا عندي هناخد اربع دوائر. اربع دوائر. خدناهم في الاي سي، خد برضه ايه؟ في الاي سي كمان. هركز معاكم على الاثنين دول بس. هي وايه؟ نفس اللي عملوه ميرنا واشرف الترم اللي فات. دلوقتي هنعمل ايه؟ على ايه؟ الاسبوع اللي فات اسف هنعمل على ايه؟ على الاي سي بقى. ايه اللي يفرق يا حضرتك؟ هدخل معاكم دلوقتي كمان ايه؟ والفولت هيبقى ايه؟ هيبقى بزيرو. عندي اول دايره عندي دايره زي كده. اشتغل معاها ازاي؟ خليك معايا. احلاها ازاي؟ هيبقى ايه؟ هيبقى شورت. انا هحسب ايه؟ عايز احسب زد اي للدايره ديت، زد اي وزد اوت والكرنت جين والفولتج جين والانبوت كرنت والاوتبوت كرنت. اول حاجه عندنا ديت عندنا ايه؟ ده هتبقى ايه؟ هتبقى جراوند. ده يبقى ايه؟ هيبقى شورت. لو بصينا كده اول دايره اهي هتحول ايه؟ ايه اللي عملته هنا؟ ده ايه؟ ده جراوند. ودي فات ايه؟ تحت ايه؟ واصله بين؟ واصله بالارض. ماشي كده؟ وهنا ايه؟ شورت. وادي البي ار. ماشي كده؟ طيب بعد كده اعمل ايه؟ بس دي بس. ماشي كده؟ بعد كده اعمل ايه حضرتك؟ اشيل دوت. حط مكانه ايه؟ الموديل بتاعه اللي خدناه كان عباره عن ايه؟ ادي الموديل بتاعه اهو. يبقى عندي ادي دايره اهي. هنا اصبح عندي ايه؟ ادي الموديل بتاعه. يعني بس ايه؟ ده الكلام موجود اهو. اقدر احسب بقى كل حاجه عندي. احسب الاي اي والاي اوت والزد اي والزد اوت والجين كرن او بولت من الدايره ديت. اول سؤال زد اي هيساوي كده. زد اي هتساوي ايه؟ هتساوي لا هو عادي ار دي مع ايه؟ مع البيتا ار اي. حضرات هنا زد اوت اهي هتساوي كام؟ خد دول ورا مع بعض. دي كام؟ يبقى عندي زد اي او حاجه. يبقى عندي هنا ده الترم الكلام دوت. هناخد هنا اول حاجه عندي هتساوي كام؟ احمد رمضان. احمد فين احمد؟ زد او سوي كام؟ زد اي سوي كام؟ ده ديت زد سين في الام والكوز هيساوي كام؟ دي بارد مع ايه؟ مع ب. طيب ادي اول حاجه ماشي كده؟ ده دوت هيساوي كام؟ لو افتكر ان ار بي اكبر 10 مرات بيتا ار اي يحصل ايه؟ دي كبيره جدا عن دي تساوي كام؟ سؤال مقاومه كبيره جدا جدا مع مقاومه صغيره جدا بارد مع بعض. لو عندك المقاومه دي كبيره جدا جدا عنيه سؤال لو مقاومتين عندك مقاومتين هنا
ار 1 وار 2 تساوي كام يا حضرات؟ تساوي ايه؟ ار 1 في على كام؟ ار 1 زائد ايه؟ ار 2 كده كويس؟ لو دي كبيره جدا ار 1 اكبر جدا منين؟ من ار 2 اشيل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل دي كده كويس كده؟ مديني كام؟ مديني كام؟ فانا قبل كده عندك مقاومتين على التوازي مقاومه بتساوي ايه؟ اصغر منين؟ من اصغر واحده مش كده يا باشا ايه؟ هشيل دي واطلع عندي ده ايه؟ بتقري بس لو عندك هنا ار 1 هنا عندك ار 1 زائد ار 2 بعدين هتبقى دي اديني ايه؟ هتبقى دي مش موجوده خالص ماشي كده اهي يبقى عندي اديني ايه؟ ار 2 بس مقاومتين بنا على بعض واحده كبيره جدا ممكن اعملها خالص طيب يبقى تساوي كام يا حضرات؟ هتساوي كام؟ هتساوي كام؟ بي دار اي طب زد اوت هتساوي كام؟ زد اوت هتساوي كام؟ محمد حسام اتفضل يا محمد حسام اتفضل يا محمد زد اوت هتساوي كام؟ بي اوت عندك ار سي سوري عندك هنا خد هنا ادي الطيار دوت كده خد دي مالا نهايه خلاص كبيره جدا دي مالا نهايه اديني ايه قيمه ايه الار سي بعد طيب الار سي عضو طيب هنا كده يبقى يساوي ار سي دول بارد مع بعض لو دي كبيره جدا اديني ايه ار سي طيب كارت جيم كبيرة يا عم كارت جيم هيساوي كام؟ هيساوي كام يا حضرات؟ احسبه ازاي؟ بي على البي اي احسبه ازاي؟ بي هيساوي كام؟ هيساوي كام؟ اي كام؟ في ار بي برد مع ايه؟ مع بيتا ار بي. اللي هو زد ار ماشي كده؟ بي اوت تساوي كام؟ بي اوت تساوي كام؟ هتساوي بي اوت تساوي في كام؟ في الايه؟ في الاي اون ده كام؟ اللي هو ايه؟ اللي هو عندي الاي سي ماشي كده؟ يبقى عندي هنا كده يبقى عندي بي اوت تساوي ماينس بيتا ار بي في كام؟ دول مع بعض ماشي كده؟ دي متساوي كام؟ اي بي هيساوي كام؟ اول اي بي هيساوي كام؟ هيساوي كام يا اي بي؟ هيساوي على كام؟ على بيتا ار بي عايزين دي مش موجوده خالص عندي كبيره جدا ماشي كده؟ ايه معنى كده اقدر احسب بي اوت تساوي ماينس بيتا بي اي الكلام دوت اسم بعد كده المعادله دي اقدر احسب الجيم بيساوي كام؟ عندك او بتساوي ماينس بيتا في اي على ظريف ار سي بدل مع ار نوت يبقى الجيم هيساوي كام؟ الجيم بيساوي حضرتك الاسم على في اي الجيم بيساوي في اوت على ايه؟ على في اي يبقى الجيم كام؟ يبقى الجيم هيساوي ار سي بدل مع ار نوت لو عندك الار نوت دي كبيره جدا بدل النهايه اديني كام؟ ار نوت يبقى اديني كام؟ ار سي على كام؟ على ار هنا هيساوي ار سي على ايه؟ على ار طيب هنحسب الاي اي هنحسبه ازاي؟ الاي اي هنحسبه ازاي؟ هنحسبه ازاي؟ اي اوت على اي هنحسبه ازاي؟ محمد كمال اتفضل يا محمد
احسب اي اي. خد عندك هنا دي دي كده جدا اهملها. بعدين حضرتك اي اي بيساوي اي بي ماشي ده. اي او بيساوي كام؟ عندك الاي اي بيساوي اي بي جيم بيساوي اي اوت اللي هو الاي او دوت على الاي بي الاي او دوت. تبقى عندك دي اوفسيت خلاص دي مش موجود دي مش موجود دي مش موجود. يبقى دي عامله ازاي؟ ده اللي عندي يبقى عامله كده. يبقى عندي ادي ادي بيتا ار اي وعندك هنا في بيتا اي بي وعندك هنا في ار سي وادي اي سي بيساوي او وادي اي اي بيساوي اي بي. ماشي حضرتك؟ يبقى اي اي هيساوي كام؟ اي اوت على كام؟ يبقى يساوي كام حضرتك؟ اي اوت بيساوي كام؟ ده بكام؟ هنا بيتا في اي بي ماشي كده؟ اي اي بيساوي كام؟ يساوي كام على طول؟ ماشي كده؟ يبقى يساوي بيتا. طيب هل في الامتحان خليك معايا بقى في الامتحان بس الاعداد كلها بالكامل ولا بحفظها؟ اللي هم دول كده ملخص ليهم حاجه زي كده. هل احفظ زد اي بتساوي كذا ولا اثبتها في الامتحان؟ يعني القيم ديت برشمها كويس قوي الحاجات دي كلها يعني بس حاجه زي كده بتساوي ايه؟ اي بتساوي بيتا. هل احفظها؟ لا في الامتحان بيكون اول سؤال تعمل تريفيجن. ثاني سؤال بتطبق الكلام دوت. نعم بتثبت قيمه زد اي بالذات يعني لو كان جال حاجه زي كده اول حاجه هنا خليك معايا الاول ده عباره عن ايه حضرتك؟ لو قلت لك عندي هنا انت خدته الفيز من درجه عباره عن كام؟ خدتوها في الاس سي ده مثل ايه؟ لو الثيتا 180 من درجه نتيجه حضرتك لو فيز 180 درجه نظر ايه؟ الكلام ده في اي سي السيجنال نرجع تاني ما خدتش اي سي لو فيز 180 درجه ما بين الانبوت والاوتبوت يبقى اي او جي سي كام؟ خد هنا كام؟ ايه ده جي سي ماشي كده؟ حط 180 درجه يبقى ايه؟ ايه؟ بكام يا حضرات؟ كوزاين 180 بكام يا حضرات؟ نيجاتيف 1 كوزاين ساين بكام؟ دي كام؟ ما تقعد يعني ايه؟ فيس كام؟ 180 درجه زي ما كده ايه؟ لو دي ام لو عامل اوت عامل ايه؟ حاجه زي كده احنا بنمتحن ازاي؟ حاجه زي كده حاجه زي كده هتبقى ازاي؟ حاجه زي كده جايه من ارية جايه منين دي؟ جايه منين دي حضرات؟ جايه منين دي؟ هجيبها ازاي؟ لا مش جيفن. هسيبها ازاي بقى؟ هاو تو جيت ار اي. معايا. نقلته ميرنا واشرف المحاضره اللي فاتت دي حلها بكام الاس سي بتدسم كام؟ يبقى كل اللي خدناه في التسين حل ايه؟ حل ايه؟ اجيبه ازاي بقى؟ عندي اول حاجه حل ايه؟ حل على الدي سي الاول. ماشي كده؟ ركز معايا بقى. دي سي اهي عملت ايه؟ ده يبقى ايه؟ هيبقى اوف ماشي ماشي كده؟ ابي يساوي حاليا ابي يساوي كام؟ ابي يساوي كام؟
سواء كان في بره. طب كده ايه يبقى عندنا ايه؟ عندي ماينس 12 زائد ايه؟ اي بي 70 زائد ايه؟ بي بي بيساوي كام؟ بيساوي 0 ماشي كده؟ هيديني كام؟ اي بي هيساوي كام كام دوت؟ 24.0. طيب اي سي هيساوي كام؟ اي سي هيساوي كام حضرتك؟ جبت اي بي خلاص اقدر احسب الاي بي. جبت الاي بي اقدر احسب اي يبقى يبقى الواحد ايه جبت ايه؟ يبقى جبت الاي بي هتبقى ايه؟ اقدر احسب الار اي هيساوي كام؟ وادي الاي سي ماشي كده؟ اقدر احسب الار اي يبقى هيساوي كام؟ 26 ملي فولت. اذا معنى كده اول ما طلع عندك احسب ايه؟ ار اي منين؟ من الدي سي اناليسيس. دي اول حاجه. في الاي سي بقى نعم اقول لك حاجه لو انا قلت لك مثلا هتعمليها؟ حضرتك امتى هتعمليها حضرتك؟ اكبر من 100 هنا على طول. هتعمل ايه؟ الاي بيساوي الاي سي. لكن لو 50 30 40 هدخلها معاك ماشي كده؟ تاني هنا بقول دايما ايه؟ الاي بيساوي كام؟ بيتا اي بيتا ايه؟ بيتا زائد اي. قلت لك البيتا دي 50 ما تعملهاش. هنا ما تعملهاش اهو. طلع بكام؟ 4 2 8 ماشي كده؟ الاي بيتا كام؟ موجود اهو. اقول في الامتحان لو ازيد من 100 احملها عضو او 100 احملها عضو. 50 لا 30 لا ماشي كده؟ نيجي بعد كده ايه يعني انا هتبقى زي على طول؟ عندنا الديب كام؟ اول حاجه عندنا اهي المود اهي. ايه اللي حصل هنا حضرتك؟ ايه اللي حصل هنا؟ ده ايه؟ ده يبقى زيرو. هنا الطاقه اللي هي تبقى زيرو ده ايه؟ ده شارب كده؟ يبقى عندي اول حاجه زي طيب كام؟ ده اللي عندك ادي الموديل بتاعي كده تزود الامتحان. يبقى عندي ادي الموديل اللي انا قلته شويه ادي ايه مغادي اول. يبقى اول حاجه عندي طيب يساوي كام؟ هيساوي ايه؟ اربعه اللي بيتا ار بي قلنا ديت كبيره جدا تديني ايه؟ بيتا ار بي ماشي ايه؟ يبقى يساوي كام؟ 1.3. طيب عايز احسب زد اي يبقى خلاص كده. طيب طيب هنا حضرتك انا ما اهملتش حاجه لو مديك ار بي كقيمه هنا مديك مش كبير هنا عندي كام؟ 470 كده كويس. وعندي البيت ار بي بكام؟ بواحد كده يبقى الاثنين قد بعض يبقى يساوي كام؟ اثنين بارل مع بعض ماشي؟ طيب دي ده يساوي كام؟ نتأول اعتبر دي ما لا نهايه يبقى ايه؟ ار سي على طول ماشي؟ طيب عايز احسب الجين هيساوي كام؟ خدناها من شويه كام؟ ماينس ار سي على كام؟ ار اي بكام؟ خدناها ادي الار سي كرنت جين هيساوي كام؟ هيساوي بي. طيب في ده هيساوي كام؟ خلاص كده نفس الحل ده. لا دول ما دول مش دول مش طب انا لو مديك ايه؟ مديك الار او ب 50 كيلو اعملها احسبها عادي. طيب الدائره الثانيه اللي هي هل انا بحسب الاي بي الاول؟ ودي ثاني. طيب اول حاجه هنا هل ده الاصلية هنا ايه اللي حصل بين دي ده الفرق بين دول؟ لو كان في اي سي الاول عملت ايه؟ عمل ايه؟ ده يبقى ايه؟ ده شارب ماشي كده؟ وعنده ايه؟ هيغير ايه؟ ار اي ماشي كده؟ بطيئة تبقى ايه؟ هتبقى جراوند اديني دايره ايه؟ دايره ديت. مثلا لو دي مثلا نعم؟ قول لو 90 او عندك 100 فوق 100 تحلمها خالص تقفل البيت خالص الواحد بريزر البيت خالص. طيب اذا معنى كده عندنا ياتي يبقى ادي الدايره بعد ما حطيت الموديل بتاع الترانزستور عايز احسب برضه احسب بقى زد اي وزد اوت والاي اي والاي اوت والكرنت جين والفولتج جين. هل حد يطلع يحسبهم على سبوع لوحده؟ وهدي بونص عليها انت فاكر ايه؟ بنفس الطريقه تماما ناخد شويه هشتغل معانا هشتغل معانا نعم لا بقانون احسب عادي نعم هنا في الاسم ده عندنا ايه؟ ايه اهو ده بيساوي كام؟ ده بيساوي كام هنا؟ ده بيساوي كام؟ ده بارل مع ده بارل مع ايه؟ مع ده
كده كويس. لو دي كبيره جدا هيبقى ايه؟ ده بارد مع ده، هو بارد مع الطوبه دي اول حاجه. ماشي كده؟ نيجي هنا الاول كده كويس؟ عندك ده دي بارد مع دي. دي كبيره دي ايه؟ ار سي. كده كويس؟ الجيم بيساوي كام بقى؟ الجيم؟ نحسبه ازاي؟ عندك هنا؟ هنا الاول بيساوي كام؟ الاول بيساوي كام حضرتك؟ حاجه منها؟ حاجه اللايف كام؟ محمد كام؟ الاي بيساوي كام؟ ار 1 بارد مع ايه؟ بارد مع كام؟ مع بيتا ار اي. كويس؟ لو دي كبيره جدا من دول نعم اديني كام؟ يبقى اديني ار 1 بارد مع ايه؟ مع ار 2. كويس؟ لو انا مديك بيتا 100 دي احسبها منين؟ 26 ملي فولت على كام؟ على ار اي على اي اي. بعدين يا حضرات احسبها حساب كامل، دخل معايا حسابات ماشي كده؟ طيب دي الاول بتساوي كام؟ دي الاول بتساوي كام؟ ار سي بارن مع ايه؟ بارن مع اللي هو الار اي. ار اي مديها لك مثلا قيمه معينه يبقى دي جنب ماشي كده؟ لو كبيره جدا يبقى ايه؟ هيبقى ار سي. طيب الاي في هيساوي بي اوت على كام؟ على بي اي. احسبه ازاي بقى؟ تطلع؟ طيب محمد اسمه ايه احمد؟ لا لا حاول انا معاك حاول ماشي نعم تطلع انت عندك هنا ايه مستوى كام؟ وفيها مستوى كام؟ التيار ده فين؟ دول بارل مع بعض كده كويس؟ طيب انت الكلام ده واحد مكان معاك كده. طب دكتور جوه تاني مستوى كام؟ التيار فين؟ دول مع بعض كمل بقى كده وبعدين؟ وبعدين ده أول بتساوي كام؟ بيتا اي بي اي بي في كام؟ في ار او بارد مع ايه؟ في ار او لا تكتب ار او بارد مع ار او بارد مع ار سي ماشي طيب بارد مع ايه؟ مع ار سي تمام كده طيب هنا بعد كده عندك هنا الاي بي بيساوي كام؟ قلت اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا الاي بي هيساوي كام؟ الاي بي هيساوي حضرات الاي على كام؟ على المقاومه دي ماشي يبقى الاي بي هيساوي في اي على كام؟ على بي اي اهو بي اي بي فين؟ في المعدل اللي فوق في المعدل اللي فوق انت عملتها؟ اهو كده في كام؟ بعد كده طيب الجيم بيساوي كام بقى؟ الجيم بيساوي كام؟ اهو ايه اوقف عليه؟ اديني كام بقى؟ اسمع بقى اسمع بقى في نجد موجوده ان ايه؟ هنا بالنقطه تمام اسم على البي على بي اي يبقى جينا يساوي بي اوت على بي اي تسيبنا جين اهو في هنا كده يبقى جين بي اوت هي
ليه؟ خد دي هنا اخد هنا هنا كده دي اي جابها هنا؟ اه يبقى ده جيم تديني ايه؟ يا ماينس بي على ماينس بي دي ار بي في الار الاول بتاع دي بيتا دي بيتا يا ماينس بيتا بيتا على بيتا ار ايه في كام بي ار سي ار مع ار سي فاهم حضرتك؟ طيب كمل حد يكمل هنا دي المعادله العامه لو انا قلت لك خليك معايا حضرتك لو قلت لك ان عندك كمل خليك برضه معايا خليك معايا برضه هنا الار او دي كبيره جدا مثل ايه؟ اسم الار سي هنا دي ار سي ماشي كده اعمل ايه؟ الار سي لو الار اوتبوت اكبر من الار سي اه اديني ايه؟ يا ماينس بيتا في ار سي ار سي على كام؟ على بيتا ار اي ار اي بيتا مع ايه؟ مع ايه؟ ماينس ار سي على ايه؟ على ار اي برضه هات ايه؟ هات برضه ار اي اي يلا حضرات كرنت جيل نجيبه ازاي؟ عايز اجيب الاي اوت نعم هيبقى كام احسب احسب الثاني كان بتبقى ازاي بقى لا عايز احسب الكرنت هنا الاول هنا عايز اجيب التيار ده على التيار ده اي نوت على الاي زي ما انت عايز سيبه ازاي بدون مهم من حاجه خالص يلا اقدر احسب ترجع اعطينا كام هتساوي كام نبرم مع بعض اديني ايه كرة دي بيديني ايه الطيار ده في مقابل عليه هم اتنين اعمل جنب ده اي بتساوي كام اي بتساوي كام اي بتساوي كام يا بيتا اي بي ار سي بي في ار نوت على ار سي زي يساوي ايه؟ هي ده موجود عندك هو ده المجموع ده زائد ده يبقى يساوي بيتا اي بي ايه؟ ار نوت على كام؟ على مجموع الاثنين دول طيب هيساوي بيتا لا مش كده خالص هيساوي بيتا اي بي في المقاومه دي على مجموع الاثنين طيب انا لو عملت ديت حضرتك عملت دي بقى النهايه يبقى يساوي كام على طول يساوي كام؟ يبقى يساوي ايه؟ يساوي بيتا دي على طول ماشي كده؟ ثاني حضرتك فكرة ان ار نوت دي ما لا نهايه او كبيره جدا يبقى يساوي كام على طول؟ هيساوي ايه؟ هيساوي بيتا اي بي على طول طيب هنا لو قلت لك ان عندك دول اكبر جدا دول بارل اقل من اكبر من دي كبيره جدا يبقى يساوي ايه؟ ار نوت يبقى دي اي على كام؟ هتقول بارل مع بعض كام يا جماعه؟ الاي نفس الطريقه برضه يعملها خلاص كده اي 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 سواء كام؟ كام؟ بيتا ار اي هتبقى بيتا ار اي ار 1 على ار 1 بارد معاك احسبها ازاي؟ ازاي احسب احسب الاي اي دوت البيتا ار اي ديت اكتر ايه ماشي كده طيب ده المجموع كام ولا بره 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 سمي دي ار داش خلاص كده دول بره معاك ار داش طيب كده اسمها كده دايره جديده حضرتك في الامتحان ممكن اجيب لك دايره اول مره تشوفها ماشي حضرات الواد عندي ايه انا الواد بديك دايره ديت بديك دايره ديت ماشي كده
ده خالص تعرف شغل فيها؟ سنة من السنين اعتقد الترم اللي قبل اللي فات مكان معين جالهم دايرة كده خالص عندك في الشيت 12 دايرة ماشي بقى كده ده طارق كله ناس كده هسه وكام هتراها خليك معايا لو عندك كده ده كده اي بي اي اي ده يساوي كام معلومه الاي بي ده يساوي كام معلومه الاي بي اي ماينس طارق كله عندي طارق كله مش عندي عندي جزء منه هو ايه اللي هو الاي بي اجيبها ازاي عايز تقول اي اي معرفش اي بي اجيبها ازاي حضرتك في اي على الارض عندنا الارض داش مع بعض خلاص كل مع بعض الارض داش اي بي هيساوي كام اي اي هيساوي كام مش عارف كام ديفيجن بس يعني بجد اي اي هيساوي اي على الارض داش بس انت محتاج العكس كام يا حضرات عندك الاي بي انا عايز اجيب الاي اي الاي بي اجيبها ازاي عايز اجيب الاي اي بدلاله الاي بي اجيبها ازاي اي اي بيساوي الاي ار داش اي اجيبها ازاي عايز اجيب معادل اي اي بدلاله الاي بي مش البي اي بي هي البي اي سبت هنا هيتوزع هنا وهنا ده عندي موجود انا عايز ادلته اجيب ده بدل ده ازاي مش البي اي بتساوي البي اي على الار داش بلس الاي بي لو مش البي اي على الار داش دي اللي بتمثل الكارت الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا طب ماشي كمل بقى دكتور ما هو كده اي بي داش على عربيه ار اي اي صح دكتور طب نقول حاجه اي بي يساوي كام اي بي يساوي كام اي بي يساوي كام اي بي يساوي في اي على اي بي يساوي كام الاي بي يساوي اي في ار داش على ار داش بتاع مين اعمل كده الاول كده خد خد اعملها كده طيب هنا اي بي يساوي كام يساوي كام اي اي في كام بقى في كام في ار داش مجموع الاثنين كمل بقى يلا يلا كمل بقى كده كمل بقى هات اي دي الناحيه دي ودي الناحيه دي يلا هات دي ناحيه هات دي اضرب في اول خالص ماشي كمل بقى اضرب هون طب يا دكتور مش الدي اي هي نفسها عند الار داش يعني الاي الاي اي بتساوي الفي اي بتساوي الفي اي على الار داش بلس الاي بي صح ليه ده بيساوي كام اي بي ماينس اي اي ايوه في طريقه تانيه ايه الجزء بيساوي كام في اي بيساوي كام بيساوي الاي ده اي اي ماينس اي بي على كام على الار داش ادي اول حاجه لو بيساوي كام ثاني حضرات لحظه انا خارج معايا هو ده بيساوي كام يا حضرات هو ده بيساوي كام محمد خارج مع محمد هيساوي كام هيساوي الفي اي على كام على الاي اي ماينس ايه ماينس الاي بي الكلام ده كده لا هنا جود معايا لحظه يبقى عندي جود هيساوي ار داش في كام في اي اي ماينس ايه اي بي جهد اللي هنا الاول ماشي كده هيساوي كام جهد اللي هنا لو بيساوي كام اي بي في كام في بيتا ار اي ماشي كده يبقى عندك هنا يبقى ار داش اي اي زائد ار داش ناقص ار داش اي بي هيساوي كام اي بي في بيتا ار اي ماشي كده يبقى اي هيساوي كام خد هنا مشترك
يبقى يساوي كام؟ يساوي بيتا ار اي ماينس كام؟ ماينس ار ار داش المشترك هنا بقى المشترك هنا على كام؟ على ايه؟ على ايه؟ صح كده حضرتك معايا؟ اهو تاني دايما خدها من هنا او من هنا دايما يعني من هنا مش هنود كده زي ما انت عايز زي ما انت عايز اتفضل البولت اللي هنا هو البولت اللي هنا ايوه هيساوي كام مش عايزه هيساوي كام اول هيساوي التيار ار المره فين ار داش بكام في ار داش هيساوي كام اي دي في كام حضرات في بيتا ار اي ده بيساوي كام اي اي ماينس كام ماينس اي دي تمام كده مضروب في كام في ار ماشي هيساوي كام؟ اي دي لبيتا ار اي ماشي كده جمع ثلاث مع يبقى عندنا هنا اي اي في ار داش خد تاني الناحيه الثانيه بره يبقى يساوي اي دي في كام؟ بيتا ناقص ايه؟ ناقص ار داش يعني كده ماشي حضرات نعم زي الار داش تمام كده يبقى عندي هنا اي هيساوي كام؟ هيساوي كام؟ هيساوي يبقى عندي بيتا هنا يبقى عندي هنا الاي داش يبقى الاي اي يساوي اي بي في بيتا ار اي زائد ايه؟ على كام؟ على ار داش ماشي كده؟ اضرب فين؟ اخد الاي اي وتعود ماشي يا حضرات؟ اه في اي بي بيساوي كام؟ منين؟ المعادلة دي يبقى عندي اي بي او ممكن اعمل حاجة غير كده جدا حضرتك هنا على طول في حاجة أسهل من كده اي بي بيساوي كام على طول هنا؟ في حالات على طول اي بي بيساوي كام؟ دي بيساوي كام؟ من هنا على طول هيساوي كام؟ هيساوي اي اي في كام؟ في ار داش على ايه؟ على ار داش زائد ايه؟ زائد بيتا ار اي صح كده؟ ماشي كده؟ يبقى عندي هنا على ده هيديك ايه؟ هيديك دي حضرات تاني اي او بيساوي الكلام ده اي بي بيساوي كام؟ الدايره ديت هيساوي اي اي في كام؟ ارجع مجموعه من دول اقسم ده على ده هيديني كام؟ يبقى كده عندي بقى اي او على اي اي او هيساوي كام؟ هيساوي بيتا هضرب في كام؟ في ار داش بيتا ار داش على ار داش زائد بيتا ار اي ماشي كده كان مضروب في كام؟ مضروب في كام؟ في القيمه دي اللي هي كام؟ في ار سي على ار سي بار المعايير مع ار نقطه ماشي كده عايز اوصل ان عايز اجيب معادله للجين ده الكرنت جين اهو اهو ادي كرنت ايه كرنت جين ماشي كده لو تيجي عند هنا القيمه ديت اصغر جدا من دي اعملها ازاي قلنا هنا ودي اكبر من دي كده دي ار نقطه من النهايه اديني ايه ار سي بس عايز برضه ايه هحطهم مع بعض يبقى ده ايه ده هيطير خالص نيجي هنا كده عندي كده لو عندك هنا البيتا دي كبيره جدا بالنسبه ايه بالنسبه لده
ديجن بالنسبه دي اعمل ايه؟ دي مش فيري حضاره كبيره يا رب كبيره جدا بالنسبه لا دي هنا في زائد ايوه عشان ايه؟ عشان دي هديني كام؟ بيت على ايه؟ ده على ايه؟ على القيمه ديت لو بدل مش ايه؟ بشيل الكبيره لو في بشيل ايه؟ بشيل الصغيره هنا عندي المعادله الاخيره يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي ادي ادي الزد اي الانبوت خدناها من شويه وعندك ادي الجين خدناه من شويه اهو وادي الكرنت جين فولتج جين خدناه من شويه زتو وادي الكرنت جين اللي اخترناه من شويه اهو عندك الاي نوت اللي هو خارج هنا خدناه من شويه كارنت ديفايدر وعندك ادي الاي بي اللي هو دوت خدناه من شويه هدي في النهايه المعادله اللي هي ايه؟ اللي هي ديت ديت ادي المعادله العامه ادي بعد ايه؟ بعد مثلا طيب لو خدنا سؤال بعد السؤال ده بعد اهو خلصنا مع السؤال دوت ادي الايه؟ السمري مثلا ده كده سيبها ازاي؟ هل نحط كل القيم اللي خدناها من شويه نحاسبها ادي سي الاول طب احنا بعد كده خدوا خطوه بسرعه كنت 10 دقايق ازاي هنا بديك عايز احسب الار اي والدي اي والدي الاول والاي دي اي اي وعندك احسب نفس الكلام خدناه دي مع زي ما زي حضرتك اري هتساوي كام الاول؟ اول دي سي على ايه؟ على الدي سي اللي خدناه الاول خالص بتاع الاسبوع اللي فات ماشي كده احسبها ازاي؟ يبقى عندي ايه دول بقى ايه؟ يبقى عندي دول بارك مع بعض طيب هل في الحاله ديت ايه اللي بعمل مع بعض بعد كده؟ انا عايز احسب قيمه الار اي بتساوي كام؟ بتساوي بيتا في ايه؟ اي بتساوي كام؟ 26 ملي فولت على كام؟ على الاي اي بتساوي كام؟ احسبها ازاي؟ على بيتا اي اللي خدناه؟ اي على حضرات عايز احسب الاي اي هنا الكلام دوت ده سيمبليفايد لو خدنا العلاقه العامه الكامله لحظه كده اللي هي دي انا اهو بي سي بنساوي كام؟ الاسبوع اللي فات حد فاكره؟ عايز احسب الاي بي احسبه ازاي؟ هحسب بي 7 هتساوي كام؟ ار 1 بارع مع ايه؟ مع ار 2 ادي بي 7 اهي جبنا ار 7 وبعد كده جبنا الاي 7 وبعدين جبنا هنا ده اهي اقدر احسب حد الاي بي هيساوي كام؟ الاي بي هيساوي كام؟ هتساوي الاي بي هيساوي اي 7 ماينس دي بي اي على كام؟ على ار اي ار سي جبت الاي بي قبل جبت ار سي ادي الاي بي جاب الاي بي ايه؟ اجيب الاي سي ادي الاي بي ادي الاي بي بعد كده اخش في الاي سي اناليسيس اللي خدناه من شويه مساله كام مع الكلام دوت دي اللي خدناه ايه الاول بتساوي دول بارد مع بعض او بس ار سي احسن كلام دوت في مشكله في كلام حضرتك كده احنا خلصنا الشابتر ده بالكامل في مشكله فيه؟ الشابتر ده خلص